الامتحان داز مزيان، كان في محله، واخا صراحه الوقت ما قدناش بزاف، يعني الامتحان طويل شي شويه واسئله تاعو كيخصهم بزاف الخدمه، مي كوميم حراسه مزيانه، يعني ما كاينش شي حاله غش اولا شي واحد اللي زعما تعاون هكا ولا هكا، فهمتي؟ كانت عاجيه ماشي مهم، هما كيتعاملوا معاك مزيان. الا خصتك شي حاجه كيعيطوا لك لذاك الاستاذ المشرف، كتجي الاداره كل ساعه كتراقبنا، يعني كيطمنوا علينا. لا صراحه حيتاش اصلا القسمنا حنايا ماعرفش، ما كاينش حتى شي واحد زعما يوري اولا شي واحد يعطي اولا شي واحد يحاول الغش، يعني من داخلين شي شويه ما فهمتي. بالنسبه للاجراءات الاحترازيه صراحه منين دخلنا ركزوا لنا بزاف على التعقيم وعلى الكمامات، يعني خصنا ضروري نبقاو دايرينهم سواء خارج القاعه او سواء داخل القاعه، وكل ساعه الاداره كتجي كتراقبنا يعني وكتجي كتطمن علينا زعما اللي خاصها شي حاجه اللي باغي شي سؤال من عند المشرف اي حاجه. امتحان قبل متناول، الا حفظتي غتجاوب، ما حفظتيش ما غاديش تجاوب، هادشي اللي كاين. النقله تاعي خليو تنقل. والله العظيم حنا بعدا جانا واحد الاستعداد تنقل، والله العظيم مطمره علينا بغيتي تنقل، ولكن الا هو الصراحه الفيزيك كنت حافظها تجاوب، ما حافظش النقله ما غاديش ينفك. انا ما نقلت صاحبي، انا مراجع شي شويه داك الشيء اللي مراجع جاوبت عليه. والمشكله راه ما تحط، راه تحطت النقص الكتالي النواد، لا تحطوا هادو داكشي ما قريناش، ما تحط هادي تحطت الصراحه جاوبت عليها، تاخر الزماني جاوبت عليها، هاد المستعرضة ما تحطاش صافي. هادشي اللي كاين، كان الامتحان شويه صعيب شويه، ولكن حاولنا داكشي اللي راجعنا راه حطينا داكشي، حاولنا نديرو اللي علينا اخويا، كتبنا وحاولنا، ولكن الحراسه كانت مزيره شويه واخا ما تساعدوش معانا، ان شاء الله يكون نجاح ان شاء الله في المواد الاخرين يكونوا ساهلين ان شاء الله. بالنسبه اخويا النقله ما كانش تهتز، كانت لقيت الحراسه مزيره شويه، وتا اللجنه وداك الشيء باش كانوا تيدوزوا بالسكانر كانت تقلب مزير شويه، ما كانش كيف تدير زعما تحاول تنقل ولا شي حاجه. كاينين الدراري صحاب الفي اي بي، صحاب التليفونات، يعني اللي جاتهم حراسه نقيه وداك الشيء راه حاولوا يجيروا شي حاجه، حاولوا ينقلوا شويه وصافي. هادشي اللي كان ملي جاي هكاك راه بلا ما يعول ينقل ولا شي حاجه. ما باش كوميم في المستوى، يعني ماشي بديك الصعوبه وماشي، يعني المهم داروا معنا مزيان مقارنه مع ذاك العام، ماشي بحال حراسه اساسي ظريفين، يعني حتى هما في المستوى، يعني الحمد لله الحصه الاولى دازت مزيان، من بعد الله اعلم. الحراسه مزيانه ولكن الموجه ما تهمش علينا، يلاه الموجه تضرب بزاف المرات واساتذه ميكو عندنا، ولكن هذا الشيء اللي عطى الله ما بغوناش هاد الناس نجعوش، ونسيتو خيرنا فاش وقفنا معاكم في المظاهرات وما تندخلوش، هذا الشيء اللي عطى الله. دخل اخا الشكوك وقول شي كلام، حنا راه درنا شي حاجه ولكن الامتحان طول، لا اله الا الله، وعندنا ساعتين بزاف اخويا. لا لا نقل، لا حرم الله نقل، اش بينا نقل اخويا، ما كاين لاش نقل، حنا راجعنا صلينا الباح، جمعنا الباح فاش بينا نجيبو ديك الكونفوكاسيون، جمعنا واحد 40 دعوه في الزنقه، ايوا راه تجيب الله، يجي الله الناصب، هذا الشيء اللي عطى الله. الامتحان داز في اجواء مزيانه الصراحه، فهمتي؟ يعني حافظين حنايا، كاتبين عارفين اش بينا نديرو، واخا قلبونا بالسكانر وهذاك الشيء، ولكن راه غير اجراءات التدابير الواقعيه، لبس الكمامه، قرعه تاع الماء، يعني كل شيء نازي، حافظين ما محرزين ما والو. تنقول لهم يتعاملوا معنا وباقي يشتيلوا معنا بحال هكا، يعني راه ما العباد ما والو اصاحبي، ما حنا ماشي بالنسبه لي انا، ماشي عليا انا، انا عارف يبقاو فيا شي دراري مساكن دوزوا معايا، ما عارفين مساكن والو، ما خلاهم ينقلوا، ما خلاهم يجبدوا التليفون، فهمتي؟ امتحان اخويا شويه صعيب صراحه، وهذاك الميكانيك كان شويه، ولكن الاخر بحال الفيزيك النواوي والكهرباء كان صعيب شي شويه صراحه. حتى شي ملي كنا معولين عليه حطوا لنا فيه البياج بزاف وحق الرب، هادشي اللي هذا هو الفيزيك، مع الصباح تنشوفوا لونغري في العشيه مع الثلاثه ولا مار كاع ناضي داكشي في المتناول، اللي ما باش يخدم وصافي. هو حاولنا ولكن الغالب الله ما الحراسه فهمتي مشدده، كاسكاني وكل لعبات ما بقينا كنجيو لها وصافي. كاين شويه يعني ما مزيانينش كما موالفين، يعني خفوا شويه، ماشي بحال كي قبل. الامتحان داز ساهل، تحت ساهل، لا في الشيمي ولا في الفيزيك، واحد جوج اسئله الاخرين في النووي في الكهرباء اللي كانوا صعاب صافي، ما كاينش نقي بعدا في القاعه اللي جيت فيها، ما كاين حتى شي عطي ينقل، الاساتذه واحد جا الناس ناس صافي، هادشي اللي كاين. كان التعقيم عقموه بلاصه الاساتذه ماشي حنايا، حنا كاع ما تسوقونا. متنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.